السلام عليكم خوتي وخواتاتي الاعزاء الغاليين، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، جيتكم بخريجه وقلت علاش لا ما ديكوش معايا تكتشفوا معايا المحل جديد يلاه تفتح، ماشي مده طويله باش تفتح، مده قصيره. لوكاليزاسيون كافي سان باشال على انفاس، معها كيطلع البولي كلينيك. المحل كاين تواجد في النص ديال الشارع، يعني كي مطلعش بزاف غير شويش كتلقاي المحل على يديك اليسار. الاسم ديال المحل اكسسوار، يعني كيتوفر على جميع مستحضرات التجميل بالنسبه للنساء، وكذلك كاين حويجات للرجال علاش لا. ولقيت هذا الغرس هذا في الباب وقلت علاش لا نشاركو معاكم. هذيك الروايد اللي كيكونوا كيبقاو، يعني كيتغيروا كيبقاو، كتستغل ليهم في الغرس، كتشوفوا فيهم منظر غزي، وتقدر ديرهم في لاتيراس ديالك في السطح في باب الدار، شي حاجه زوينه. هانتوما غتكتشفوا معايا المحل فيه بزاف د الحويجات، فيه لي بيجو، فيه لي اكسسوار، فيه السكر، مستحضرات التجميل، اي حاجه احتاجتها المراه بصفه عامه متوفره. بسم الله على بركه الله. كتشوفوا معايا غنبداو في السويكات، ها هما هنايا السيكان، داكشي غزال وثمن مرفق في المتناول ديال الجميع. كتشوفوا معايا هنايا كاين لي نونويات ديال الوليدات الصغار، مقبطات، الفلايل، اي حاجه احتاجتها لبنيتك اولا لوليدك راها متوفره. كاين لي جويل الصغيورين، انتما كتشوفوا معايا هنايا كاين لي جو بزاف د الحويجات غزاله تكتشفوهم معايا. كذلك غنشارك معاكم هاد لي بيجو، يعني الناس اللي كتكون ما كديرش الفولار اولا حتى اللي كدير الفولار علاش لا، ولكن الاغلبيه اللي ما كديرش الفولار كتستغل هاد الحويجات في الخريجات ديالها. كاين هاد السنيسلات بالحويلقه ديالهم، الثمن ديالهم غزال ومرفق وبروميير شوي، يعني شي حاجه كاليتي ما كتكتش مدير لها شي غمطوطش عليها غير العطر، كتبقى لك في العنق ديالك راها مزيونه. وهاد الحويجات البلاكيو حنا كنستعملوهم غير لوقيت اللي كنكونوا خارجين، اما في البيت راه كتحطيها علاش غتبقاي معلقها في عنقك. كتشوفوا معايا هنايا كاين هاد الخويتمات هادو، تاهما زوينين. كنت كنسولونا على لي بخي غير الصداع ديال الشارع، حاولت نحيد الصوت اللي كان ودرت المحل كيتواجد على الشارع، يعني كيكون بزاف ديال الصداع كما كتشاهدوا معايا. هما هنايا سنيسلات بالحويلقات ديالهم، الثمن ديالهم 50 درهم، يعني 50 درهم 1000 ريال بالنسبه لي ما كتعرفش الدرهم. وكاينين يعني هاد السنيسلات اللي فيهم الطبقات ديالين 70 درهم، شي حاجه زوينه. هانتوما كتشاهدوا معايا في الصوره داكشي زويون، الاثمنه في المتناول. اللي كنسولوا على لي بخي هنايا غتشوفوني في المرايه كنت كنسقسي على الاثمنه، وكنسولوا واش شي حاجه زوينه، واش كاليتي، واش ما كتخسرش دغيا. وكاين هنا السبيعات يعني للنساء وللرجال كذلك متوفرين، مرحبا بكم. كنشكر لكم لان السيد صراحه الله كيتعامل وداكشي عنده زويون. كاين هاد البزيطمات هادو هما شكلهم غزيول، هانتوما كتشاهدوا معايا في الصوره كيف هاد البزاف الصوره بزاف ديال الحويجات كتحتاجهم المراه بصفه عامه، يعني حويجات زويونه. كتعرفوا المراه المغربيه كتهلا في راسها، وفما خاطرك المراه العربيه والمراه بصفه عامه، يعني هاد الحويجات كلها كتحتاجها. مرطيب، مقشر، شامبو ضروري، لي ستيك العرق ضروريه، لي ديودورون، اي حاجه كتحتاجها المراه يعني متوفره. والاثمنه مرفقه، واللي عجبني اكثر انها بروميير شوا، يعني شي حاجه غزاله. مرحبا بكم، الف مرحبا. انتما كتشوفوا معايا في الصوره يعني بزاف ديال الحويجات كتحتاجهم المراه بصفه عامه، يعني ضروري هاد الحويجات كيكون عند المراه في البيت ديالها. غسول الوجه، مرطب، قماش باش تقومي وجهها من الاسبوع لاسبوع، ومرطب يعني من الليل لليل. ديماكيو ضروري عندها بالنسبه اللي كدير الماكياج، خاصها ديماكيو بالليل. كاين هاد الزيوت هادو بالنسبه للشعر، راه مجموعه الزيوت كنحتاجوهم. كاينين عطوره، يعني اي حاجه كتشوفوا معنا المراه اللي كتتهلا في راسها ضروري خصها يكون عندها هاد الحوايج، والمراه اللي ما كتهلاش في راسها راه ضروري خصها يكون عندها هاد الحوايج، يعني غسول، مرطيب، قماش، هادو ضروريين عند اي مراه يكونوا عندها في البيت ديالها، غتحتاجهم ضروري ومؤكد. كما كتشاهدوا معايا هما هنايا لي بيجو، لي زاكسيسوار، النضيدرات، يعني اي حاجه احتاجيتيها مرحبا والف مرحبا، والاثمنه في المتناول. خليكم مع الفيديو تكتشفوا اي حاجه غتحتاجوها راها متوفره باثمنه مرفقه. مرحبا بكم والف مرحبا،
تتموا الفيديو الى الاخير. بزاف الحويجات غنشاركها معكم في هذا الفيديو هذا. كيف العاده كنقول الناس اللي ديما معايا كنحييها وكنشكرها على الدعم ديالها ليا، والناس الجديده كنرحب بها مرحبا والف مرحبا. ما تنساش الضغط على زر الجرس وتعمل لي لايك للفيديو باش ديما يوصلها الجديد ان شاء الله بحول الله تعالى. كنتمنى تكون خفيفه على قلبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراك، وشكرا لكم جميعا، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه ومرحبا بكم في المحل السيد كيتعامل. اتمنى مرفقه مرحبا والف مرحبا، وراه قريب الاحداث حي احداث. مرحبا بكم، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.